نعم الايقاع من الايقاعات ديال العالم هو فيه تيمات يعني المغربيه اللي كنشتغلوا عليها وكاين هناك تيمات اللي هي غربيه. الفكره هي في الحقيقه ماشي جديده يعني مستوحات من بعض الطرق الغربيه غير ربما كانت الفرقه المغربيه الوحيده او العربيه اللي صحت اللي بدات بهذا النموذج وربما تشاء في يعني في المغرب خاصه ولا سيما على الصعيد العربي. اعضاء ديال المجموعه تقريبا هما 12 عضو. العام اللي بدينا فيه كان من اوائل 2005. الايقاعات كما كتعرفوا يعني كاين بعض الايقاعات اللي خاصه يعني بالمجموعه وهي مستوحات من الفولكلور اولا المغربي وكاينين بعض المقاطع ان صح التعبير اللي هي مأخوذه من هذه الفرق اللي قلت السباقه في العالم يعني الغربي. بالنسبه للبلاستيك كيف ما واضح غيكون عنده صوت يعني منخفض، بالنسبه للحديد غيكون عنده صوت مرتفع كما تنقول. الدخول ديالنا هنا بطبيعه الحال بعد موافقه ديال الناس المسؤولين هنايا على ليزاباتوار. الايقاعات كما كنشوفوا المغاربه كاملين ايقاعات مختلفه هما ايقاعات مفتوحه من التراث الافريقي هما ايقاعات كنا كنلعبوا الفولكلور كنلعبوا ايقاعات ديال امريكا اللاتينيه ايقاعات برازيليه ارجنتينيه وكنمزو ما بين الثقافات كنا فما كنكريو بحال كذا شي مورسو او سميتو كنلعبوا على ان نديرو واحد المزج ما بين الثقافات لان تصنت لينا تصنت ايقاعات مغربيه تلقى المراكشيه تصنت الركاده تصنت معنا الاحواش شويه نسافرو بك تصنت معنا الباتوكادا البرازيليان الاصل ديالها ما كاينش شي واحد في البرازيل ما تيلعبش الباتوكادا البرازيليان. حنا كنجمعوا بحال الشباب اللي عندهم المواهب اللي كيرتاحوا في الموسيقى كما كتشوفوا من لا شيء كنخلقوا واحد الجو ديال الموسيقى وخير مهرجان شاركنا فيه هو مهرجان تيميتار بأكادير مع الفنان الكبير سعد مجرد. كما كتشوفوا ان الالات اللي كنلعبوا بهم هما لا شيء ماشي كلا شيء من برامج ديال البلاستيك وكاين برامج ديال الحديد والجروب كينقسم لقسمين. القسم الاول هو لي باس كيكونوا قدام هما اللي كيكونوا بلاستيك والحديد كيكون لور. الحديد علاش كنديروا لور حيت الصوت ديالو كيكون مرتفع بزاف باش ما بعد على البلاستيك باش ما كيعطي واحد الموسيقى اللي حنا كنستمتعوا بها كامل. حنا تسعود معنا جوج دريات معنا طفل اللي هو الابن ديال الاستاذ خالد البخاري هو اللي العمر ديالو 8 سنوات تيقول هذوك راه تيخطو عمرو ما سمعنا عمرو ما جا حضر لنا والناس كيشاهدونا في المهرجانات ولا في ليزانيماسيون تيخدمو بحال هكا في المركبات التجاريه في المدارس كلشي كيصفق كلشي تيعجبو كلشي كيجي يسول علينا وكيبغي يتلاقى معنا شي مساء شويه فيه شويه ديال الخدمه حتى لي مورس خرجوا واحد الايقاع من البرامج شي مورس صعاب شويه كاين مورس فيه مثلا 6 دقائق ريبيتو عليه واحد 60 يوم بحال هكا في شهر ونص هما على لا شيء كتخرج من واحد ايقاع لاتيني ايقاع برازيلي ايقاع مغربي ايقاع شرقي جميع ايقاعات ديال العالم كلها تقريبا كنا عندنا ريبيت واحد دو جور تروا جور في السيمانه وكنا عندنا خدام ضروري لياقة مجهود ما كنضربو في الشات خاصك تسمع الصوت كامل واحد المورسو مثلا اللي درناه كيكون فيه مثلا 4 دقائق ولا 5 دقائق المورسو كيشوف بنادم فيه 4 دقائق كيسحبنا وقت راه ساهل كندير واحد شهر ونص حتى شهرين ديال ريبيت باش نشد داك الايقاع ماشي في مقامات في ميزانات في